استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى مجموعة من أطفال مؤسسة الـSOS في المتحف الوطني في بيروت بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة ناجي جبران وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية. المرتضى نوه بجهود المؤسسة الإنسانية في استقبال أطفال لا معيل لهم. مبسوط انه بلبنان في جهات مثل SOS عم تعمل الفرق لاشخاص هن لحالهم بهالدنيا، والفرق واضح وجوهكم حتى قبل ما تبلشوا تحكوا وتغنوا، لانه كلكم هيك واقفين واثقين بحالكم ومرتاحين ومبسوطين، مشان هيك ولانه رح تغنوا اغاني حلوه رح تخلونا كلنا نحن اليوم نكون كثير مبسوطين وفخورين فيكم. وقد أدى الأطفال بعدها عدة وصلات غنائية جماعية دربهم عليها كورال الفيحاء بقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان.